مرحبا بك مرة واحدة أخرى مدام ليلي. عشنا معاك في قصة الناس، المعاناة ديالك ومشاكلك مع الولد، مع ولدك اللي عنده مرض نفسي. من بعد ما دزتي معنا هنا في البلاطو قصة الناس، أشنو اللي تغير في الحياة ديالك وفي حياة ولدك؟ شكرا ونعمتم مساء. تعاطفوا معايا الكثير الناس ولكن أغلبية كانت بطريق الهاتف أو طريق المصادفة في الشارع. يعني كل واحد يقول لي أنا تألمت، بكيت، كثير متعاطفين. نعم نعم. كاين منهم جوج اللي شيئا ما مادين، ولكن الآخرين كلهم. إذا كان الدعم المادي وكان الدعم المعنوي. طيب مدام ليلي، غادي نخرجوا مشاهدينا نشوفوا الروبورتاج ونرجعوا نكملوا قصة مدام ليلي من بعد. المرض النفسي ديال ولدك مدام ليلي كثير، ولكن صدقيني واخا ما عنديش كون قالوا لي الفكر ديالك نتبرع به، نتبرع به لان تشوف فيه كل شيء. هو ولدي هو جاتني مصيبه اكثر منها في 2006، تنشوف الاعراض ولات تظهر عليه ديال الم في الظهر، الم في هذيك البقع خلاص منه بلوله من الايام ديال والحاله ديال ظهره خلاص، وجهه دائما مبور هكذا، بحيث حتى الا صلى تيصلي بحال هاد الشيء. وهذا الشيء ما كانش فيه في واحد الوقيته. لا ما كانش. هذا الشيء عاد بدا حتى 2006. نطلب المحسنين والمحسنات يمدوا يد العون لهذا الشاب، لان انا تنشوف دائما دايره الموت بين عيني، لان الله اعلم ما عرفاش الاجل فوق حاجه. الا مشيت مثلا ارتمت، لان شفت شي حاله مماثله بحال ولدي، مجرد ماتت الام ديالو بدات تيفسد الزنقه، وبقات كان مأوي داخل أربعة جدران، وبقات يعيش خارج الدار، وشتا تطيح عليه. ما بغيتش ولدي يتعرض لهاد الحاله، وخصوصا ما ربيش شي تربيه اللي محتك بالشارع باش يعرف باش يدافع على نفسه. الذاكره والتصاور هما اللي بقاو من حياه وشباب ولد مدام ليلي. المرض النفسي بدل ملامح حياته وحياتها دقه واحده. تعاونوا معايا ناس كثار فيما يخص تعاطف قلبي، يعني تلقى اتصلوا بيا الناس هاتفيا، كذلك ملي تنطلقهم صدفة كل واحد يعبر لي برأيه، تيقول لي أنا أثرت فيا القصة اللي تكلمتي، وفي نفس الوقت كان مؤثر جدا. الأغلبية الناس قالوا لي بكينا ملي سمعناك تتكلم، ومنهم اتصلوا بيا جوج الناس عاونوني مادين، الله يجازيهم خيرا، والله يديم عليهم خيرات الله سبحانه وتعالى ويجزيهم خير الجزاء. هذا الشاب كانت الامل كلها معقوده عليه، ودابا الامل كلها على الناس باش يعتقوه ويخرج من حالته النفسيه الصعيبه. ولدي الدواء ديالو النفساني انا تنتقاتل معاه جهد الامكان، تنحاول نتغلب باش نوفر له نفس الدواء ديال مرض نفسي، ولكن رغم انني ما تنستطعش نوفر له كل شيء، لان كاين الاطباء اللي كانوا تيخرجوا له دواء غالي باهي الثمن. بديت تنعتذر للاطباء، تنقول لهم انا هاد الدواء ما يمكنليش نشريه. مدام ليلي اهز الحمل والثقل بوحدها، ولكن الحمل إلى تقسم على جوج كيخفاف، فما بالك إلى تقسم على عشرات الناس. أكيد النتيجة غادي تكون إيجابية وفيها انتصار للحياة. وتنطلب اللي بغى يشوف جزاء الله، بأن إلى تفضل وساعد هاد الولد باش يخرج من هاد الحالة ديالو، يخرج من هاد القوقعة اللي تعيشها، ومن هاد المرض اللي طال معاه واحد مدة واحد العمر، فقدوا حياته، فقدوا شبابه، فقدوا كل ما كنت يتمنى. طيب مدام ليلي، شفنا في الروبورتاج حياتك انت وولدك، عاودي لي شنو التطورات اللي وقعت من بعد؟ هضرتي على الدعم المادي والدعم المعنوي والشارع، الناس اللي تواصلوا معك وتفاعلوا معك من بعد. ممكن نطلب المشاهدين قبل تفضلي خذي راحتك. تنطلب من المشاهدين
باش ينظروا بعين الاعتبار لهذا الولد لأن الولد مريض نفساني وأنا تنتقاتل معاه من هذه مدة، ولكن المرض العصبي والعضلي يلي تحدث عليه تقيحات و وأشياء كثيرة المهم تنعاني منها ما استطعت نتغلب عليها والمرض. وأكد لي كذلك بعض الأطباء، بل جل الأطباء أكدوا لي بأن هذا المرض يتعالج ولكن بثمن باهت، ويرموا أخرا في هذا الشهر شهر ستة زاد أكد لي أحد الأطباء لا داعي باش نذكر الاسم ديالو، جزاه الله خيرا في اجتماع من الاجتماعات أكد لي بلا خارج التراب الوطني فعلا تيقوموا بهذا العادة، ولكن هنا بداو تطوروا لهذا وكاين العلاج ديالو. اذا كاين العلاج هنا ولا برا؟ كاين العلاج غالي الثمن، غالي الثمن. وما كاينش الناس اللي تواصلوا معاك بغاو يعاونوك في هذه الحاله؟ لا ما اتصلش بيا حتى حد. بالنسبه لولدي الحاله ديالو كيف كان اول مره، الحاله ديالو كيف ولات بعد ما مرض نفسانيين، بعد ما أصيب بالخطأ الطبي اللي وقع فيه، اللي خدا بعض الأدوية اللي ما قبلوش الجسم ديالو. دابا ولا دائما ساجد أو ركع، ويا ريت كون ساجد، كاين في واحد الصورة اللي شوية غير مقبولة. راس هنا هاد الملغيغة ديالو محطوطة في الأرض، وركابيه دائما في الأرض مطوي دائما على جوج، والأكل ديالو دائما ما تيقدر لا يشد لا الكاس ولا ياخذ له معلقه ولا هذا. هانتوما الصوره ديالو كيف تنوكلوا دانو، لان اذا المعاناه مادام ليلي باقا هي المعاناه زادت في الطين بالله. يعني هاد الايام ها المعاناه ديال الطب ديال الحاله ديال التقيحات اللي تتوقع له، انا تندير له فصمه هاد الرجل هادي بقات شي سنه وهي تدوز بالقيح سنة بحشك. يعني واحد شيء انتي تمنيتي مدام ليلي، تمنيتي ان الناس تدعمك اكثر من هكذا؟ اي فعلا تمنيتي ان تكون مواساة، انتي محتاجة للدعم ماشي فقط غير التعاطف. المغرب ولا خارج التراب الوطني راه سمعوا النداء، وتنتمنى تحس القلوب بهذه الحالة، لان الا ساعدوا هذا المريض ربما يتحول الى شخص فاعل في المجتمع، خصوصا تيشرتي بلي كاين العلاج، ماشي ما كاينش العلاج. نعم كاين العلاج، كاين الدواء، هذا الشيء اللي اكدوا لي الطبيب. تنتمنى يحسوا بيا ويحسوا بهذا المريض، لان الشاب ما ديش نقول لكم ما يستحقش المرض، ولكن هذا ابتلاء من عند الله. قد يقدر يبرى ويقدر يكون فاعل في المجتمع يعطي وياخذ، وهذا هو الطموح ديالو، لان كنت يتمنى يعطي يكون استاذ جامعي ديال الرياضيات. نعم واخا شكرا لك بزاف مدام ليلي.